نحن مو مطالبنا أكل، نحن مطالبنا إما إقامة إما طرد. حاطيننا هون صرنا 40 يوم ما نعرف شو مستقبلنا، يا بدنا طرد يا بدنا إقامة. بس احنا قام نتعامل بمعاملة غير انسانية نهائية. احنا جماعة كبار بالعمر، انا اليوم عمري 53 عام، عم يضربوا القصر، معاناة ما قام نشوف مثلها. احنا طلعنا من الاسد، جينا على اوروبا على بلد الزهور وبلد الانسانية، شفنا الذل موجود بها البلد الهاي اكثر من سوريا، اكثر من فرع فلسطين ومن فرع السرية 215. بقى برجاء بدنا حل نطلع من هون وتسريع اجراءاتنا باقرب وقت. عدم المؤاخذة وجبة افتح له اياها، شورها مدود افتح له اياها، تدود فيها الذل. نعم بالمطبخ الذل اللي قام من عيني ما في مثله، لا بطانيات، لا ما بدنا منكم شيء، ما حلونا من هالكرم هذا، طلعونا.